ينضم معنا عبر الهاتف المحامي والمستشار القانوني الأستاذ محمد العطية. أستاذ محمد صبحك الله بالرضا, أهلا وسهلا بك معنا في اليوم. صباح الخير. أسعد الله صباحكم ومستمعيكم الكرام وشكرا جزيلا لكم. الله يحييك. يعني عيادة قانونية حول هذا المفهوم, حول كيفية أيضا هذه العيادة, أعطنا المزيد من التفاصيل عنها. الحقيقة المملكة العربية السعودية الآن قاعدة تحاول مواكبة العصر الحديث في تقنيات العمل القضائي ومنها المحاماة. والعيادة القانونية هي عبارة عن إكمال لأجنحة العدالة في المملكة العربية السعودية, وأنها هي عبارة عن منشأة غير ربحية ترخصها الهيئة السعودية للمحامين لجهة علمية تكون حاضنة لتدريب وتعليم الطلاب, وتختص فيها الطلاب للسنة الأخيرة أو حديثي التخرج, تحتضنهم ضمن مجلس أمناء يكون يقيم عليهم وتحتضنهم هذه الجهة العلمية. والآن باكورة هذه التراخيص صدرت لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. نعم أستاذ محمد, خبرنا أكثر عن أهمية هذه العيادة كونها أول عيادة على مستوى المملكة. الحقيقة الأهمية تكمن في مواكبة العيادة القانونية في مخرجات القانونيين في المملكة العربية السعودية. كانت سابقا هناك فجوة تكون بين الطلاب القانون بين الناحية النظرية والعملية, لما يتخرجون سواء كانت من كليات الشريعة أو القانون أو الحقوق يجدون أن النظري قد لا يتوافق كثيرا مع العملي, فيحتاجون إلى المساعدة في هالمجال. والآن طالما أنه الكليات التي تخرج الطلبة هذول سوف تعطيهم الآن بالإضافة إلى التدريب النظري تعطيهم التدريب العملي, راح تكون أنا أتوقع أنه راح تكون المخرجات أفضل بكثير, ومنها تدريب وتعويد الطلاب على الممارسات القضائية داخل المملكة العربية السعودية راح يعطيهم حقيقة مردود عملي جدا قيم. جيد, يعني الأمر يشبه المستشفيات الجامعية من ناحية التطبيق ومن ناحية أيضا الخدمات اللي تقدم للمستفيدين لتقليل التكلفة لمن لا يستطيع الحصول طبعا في الجانب القانوني على استشارة قانونية بمقابل. هذا الأمر وهذه التطبيقات أستاذ محمد كيف تنعكس على تحسين البيئة العملية أيضا على طالب القانون, تسريع حصوله على الرخصة, اندماجه أيضا في هذه العملية العدلية وأيضا القضائية في المستقبل؟ حقيقة الآن ما شاء الله كان المثال جدا رائعا, هي فعلا بنفس الحقيقة هي نفس ما يأخذه طلاب الامتياز في بالنسبة للطب في المستشفيات الجامعية. بالإضافة إلى ذلك أنه بما أنه مجلس الأمناء راح يتكون من ثلاثة, هو ممثل الهيئة يكون رئيسا ومحامي عضو أساسي بالهيئة وممارس راح يكون عضوا, بإضافة إلى واحد أكاديمي من الجهة التي تحتضن مقر العيادة. الطلاب راح يتعلمون أولا راح يكون للعيادة طرفين, الطرف الأول هي التعامل داخليا وتدريب الطلاب, الطرف الآخر هي تقديم يسمح لها بتقديم المعونة القضائية للمستفيدين من المعونة القضائية التي نصت عليها المادة الثانية من لائحة المعونة القضائية, ولكن بإشراف وتوقيع من المحامي نفسه. وهذه راح تعطيهم الخبرة العملية في تقديم المذكرات وكتابة اللوائح وكيفية التعامل مع الجهاز القضائي. نعم. طيب أستاذ محمد, لحصولكم على هذه الرخصة أكيد واجهتكم بعض التحديات والصعوبات, يا ليت تطلعنا على أبرزها. الحقيقة هي الآن الأبرز التحديات في هالمجال هو من سوف يطلع بالتدريب, وثانيا هل يحق ويجوز نظاما المنظم لممارسة المحاماة في المملكة العربية السعودية أو الاستشارات القانونية هو مقصور على المحامين المرخصين وفقا لنظام المحاماة الصادر في عام 1422, وبناء عليه فمن هو الذي يحق له إبداء الرأي أو الاستشارات القانونية والشرعية. من هذا المنطلق من الترخيص للهيئة القانونية أو العيادة القانونية هي تعطي التصريح
تحت الرقابة، تعطي التصريح لإبداء الرأي والاستشارات القانونية وحتى الترافع أمام الجهات القضائية، ولكن تحت رقابة المحامي الممارس. نعم، هذه راح تكون جدا ممتازة للطلاب حقيقة. نعم، كل الشكر لك على هذه المداخلة وهذه الإيضاحات، المحامي والمستشار القانوني الأستاذ محمد العطية. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لكم.